لا أصدق. طريق مصر السويس، القاهرة السويس، نعم، وحجمه ليل نهار، وطريق مصر الإسماعيلية، لا أصدق. طريق الصحراوي، لا أصدق. الطريق الساحلي، لا أصدق. الإمكانيات المصرية في إنتاج الكهرباء، هتقولي ما هي بتقطع. بتقطع، نعم، يعني لمدة 45 دقيقة ولا ساعتين، ساعة، لا ساعتين ساعة، ساعة. احنا عندنا في بلدنا في كهرباء بتقطع عند حضرتك؟ النمول، بتقطع عند حضرتك الكهرباء؟ ليه؟ في مركز طوخ، طوخ في بتقطع من 2:05 ل3:05 ساعة. ساعة. نعم، وزوجتي بقت خبيرة في نلحق. الاتصال ببتوع الكهرباء و فحضرتك بتقول انه قطع الكهرباء يعني نتيجة لبعض الظروف يعني، ما هو بس ده بيزعل الناس شوية، بيزعل الناس. هنتكلم كمواطن مصري. انا عاوز اقول لك، انا يمكن انا مستعد للتحمل عندما ارى ان المجتمع اللي بيحس بكرامته بقيمته ووضعيته بأمن له الخير. طب انا اقول لك حاجة، انا امبارح راجع القاهرة، اقسم برحمة ابويا انا شفت 4 اطفال وبنات وولاد مصريين ماشيين جنب مصرف بيرتدوا اجمل الملابس، والاطفال مضفرين شعرهم البنات وبفيونكة لطيفة كده، والاولاد. وحتى لفت نظر زوجتي والناس اللي معايا، قلت لهم شايفين المنظر الطفلة المصرية سنة 2024 شكلها ايه؟ مهتمية بنفسها، طفلة. اه، ومن دول 4 5 في مقابل ان الكهرباء تقطع ساعة، واشوف هذه الطفلة في هذه الصحة وهذه الرعاية، أعطي حياتي لها.